يرميلي مرتب بيه وين وابصري. نرى اللي هو ما أقوله بيها اللي هو ما أقوله نرى أطلعناها قف أو كجيرا ميل إليريا. من رحم المعاناة يولد الأمل، مقولة تقتحم العقل لحظة الاستماع إلى قصص الناجيات من قبضة مقاتلي جماعة الشباب في المناطق التي يسيطرون عليها بالصومال. فها هي سيدة تتخذ من جبهة القتال ضد الشباب مقرا لها، وتلك فتاة في مقتبل العمر قررت حمل السلاح ومواجهة أشباح الجماعة دفاعا عن أبويها. ولكن قبل هؤلاء ماذا عن الضحايا اللائي عشن في مناطق تحكم جماعة الشباب قبضتها على رقاب أهلها؟ تنظيف وغسل ملابس وإعداد طعام، كل ذلك كان أمرا واجبا على كل فتاة في القرية تجاه مقاتلي جماعة الشباب. لكن هذا لم يكن كافيا للمقاتلين الذين دعسوا بأقدامهم الغليظة شرف القاصرات. التقينا وحمدي في أحد مخيمات النازحين في مقديشو. حمدي فتاة قاصر اغتصبها وهي في 15 من عمرها مقاتل من الجماعة، قررت أن تتجاوز مخاوفها وتحكي ما حدث لها. هرت إني أنا هدسرتينك وهذلنا ما إنباهنا إني ولا لي إتين قرب السينة مركاس ليك وهذل تاسا إنباهنا إلي هدو ما أنا سرتي تيبا فيو ولنا اللي ينفقون لبشيلة أنين هدو لبكي دير لبشيلة وهذا لا يهدي أفقل على ذي بيتين قرب سياسا سرت ديارة حسين شيغة. بالطبع أثارت هذه الكلمات فضولنا لمعرفة قصة تلك الفتاة التي تعيش مختبئة خلف نقابها خوفا من مقاتل الشباب، فما هو سرها الدفين؟ تولد بني لدقن هاي تطقو إلين ويل اسكال الأغمو سين بكساسا تتكي مرويل بمي بني كويرينا إليني لارتادي ولنقيغي ولنين كويرين. لم يكن تجاوز هذه النقطة ممكنا قبل أن نتعرف منها على ملابسات ما حدث معها، وكم عدد المقاتلين الذين اعتدوا عليها، وماذا واجهت بعد ذلك؟ لكس أوف كون لبك كان إنجيسي أوف أنا هالكس أرشين دقائي إن بضناي أو مغالة دي تورد دقناي هاي ها مركي مركي ديم إنشيغي كيكيومي دي أو أمير شو إنشيغينا يقلون بتغيرين. استوقفتنا الكلمة الأخيرة التي قالتها حمدي عما فعله أمير الجماعة معها ورفضه محاسبة الشخص الذي اعتدى عليها بدون أن يحاول التأكد من حقيقة ما جرى، وهو أمر يكشف أن الاعتداءات الجنسية على الفتيات منتشر وبكثرة في مناطق سيطرة الشباب، ولهذا يحاولون دائما التستر على المتورطين بتهديد كل فتاة تحاول التحدث عما تعرضت له كما أخبرتنا حمدي. إديدين كل إديدين ألا منير كورتو يرين إني أذو العام تكيك كديان مشيغ كورت هدي أذي شيغ دون جيبك تولد نمو ميل من راف كورت. تركنا حمدي التي خلفت ابنتها وراءها لتربيها أمها ولجأت لإحدى قريباتها في مقديشو، وانتقلنا إلى مكان آخر حيث التقينا فتاة صومالية اسمها سودة، والتي سمعت عن قصص فتيات مثل حمدي وقررت ألا تلقى مصيرهن وأن تدافع عن نفسها وعائلتها بالطريقة الوحيدة التي يفهمها عناصر حركة الشباب، السلاح. أنا ما عيوا سودة علي الحسن وحن جوا قادق ماذا بحضه كنا دش أنت أنا كل سوي كذا وحن جرى على تني سد حسن السنة عرفتي وح أيوة كل في قوارش تو أنا جوا سود دولي أنا كدل كنا دين تنا دفاع عنين وحن أنا جوا بجوا على بعد قالوا بحضه كذا عادي ومركز لا يكون سوي ردين وأنا أنا كوجا أنت أنا رهتسن. ليست سودة الفتاة الصومالية الوحيدة التي قررت اتباع هذا المسلك لحماية نفسها وأبويها من خطر الشباب. استبقتها مئات الفتيات الأخريات ممن قررن محاربة مقاتل الشباب لحماية أنفسهن وعائلاتهن. وحقو كل فاعل انت سلاك انا هو يضي عبها انت جوغان ودد قوشا ديكر وحكست قبا انت اللي قوشو الدفاعو ايكو انت عبشو كنو لالعي وحن كدي ديين عنا نقو قارق قاتو ويلشك ولالعي ودقالك كجير عن قرب استاقو انك عقريا قادن رابي الدمر وانسدنا وانسددونا.
حليمة السعدية سيدة صومالية بسيطة، قام الشباب بإحراق قريتها بالكامل. ربما لم تحمل السلاح لمحاربة عناصر حركة الشباب، بل قررت أن تحاربهم بطريقة تناسبها ولا تقل أهمية عن محاربتهم مباشرة. فسألناها عن تلك الطريقة. نحن قبلنا إن انتهادنا عن عدو الشباب كرد قالنا ويلش إن قرب استأجنا هي إيهاء دعاء إن هي قالوا لو استأجنا داب كنا أوجدنا أن جهاد قح قلنا قف أفكو كجلا قف حوج كجلا أنا وحولها يحوج ويلش إن ممكن وأنا قرب تاجنا دعاء أوضنا حولها أوضنا بيها نكذب سيدنا مش حردا نكذب سيدنا إن سافها إن مديها نوضنا أنا قلنا ربنا شبابك أكاس أنا لا وعدي بتنا ربنا. أما من نجت من مخاطر الاغتصاب على يد مقاتلي حركة الشباب فلم يكن حالها أفضل، على غرار السيدة حبيبة والتي قتل زوجها على يد مقاتلي الشباب وأخذوا أموال أطفالها اليتامى تحت مسمى جمع الزكوات قبل أن تضطر للهروب بأبنائها إلى مقديشو. فسألناها كيف بدأت قصتك مع الشباب. من كيجا حبضوا يفتح كل عضي عسجن الله موضين أدلياه قدر ديس عبد الوهاب تقول عادي، ودين تي كان هادنا شباب هادلي، كان هاد قدام بي شباب هادلي، لبقى جوا مضوا وحن سوكري، كان هاد إيه قدام بي شباب هادلي، هسيقو محيه توقف جويا لقديلي، مركا، أسكريون أهاي، وأولاد قال لما مركا ضد بدنا أهاي أنا ماشي على قدام ماي. لم يكن موت زوجها المصيبة الوحيدة التي حلت عليها وعلى أبنائها. فقد قرر الشباب أن يسلبوها ما لديها من محصول ومواش بحجة جمع إتاوات الشباب والتي يطلقون عليها اسم الزكوات، رغم أن حبيبة وأبنائها يعانون من الفقر والعوز. فقير الله وحلا تداق بتدهل أيها إسكاله سدح اللور بيرت ديك بحضة أو مسجاة لبالور أيها اللي هاللور أدليده ما أنت أوكل لما سو شقيص بادي معناها دتك سو توكسو بدركي أو جاري سو صارت ولا جا جوا نلطن لغوما أقوله بيها لغوما أقوله. لكن حركة الشباب ما كانت لتنجح في جمع الأموال والمحاصيل من السكان المحليين دون وجود غطاء شرعي تروج له وتغطي به على عمليات السلب والإتاوات التي تفرضها عليهم، فما كان تبريرهم لجمع تلك الأموال. إلهي درتيس مجاهدين الدين تيؤدق على ما ينا إليهن دين تيضدك يضلك أن أدق على ما ينا إليهن أيجي يا برمينو. بالتأكيد لم يكن جمع الإتاوات أمرا مقبولا لدى أغلبية المواطنين، فماذا كان مصير من يرفض تقديم إتاوات الجماعة؟ الحرة محكمة يسوع سارة محكمة أوجارة أيجي إليهن محكمة يسوع سارة يعني قري وجدا أو أنت سأكون أم سؤال لحرة وحرنانا تلقي سيا قرابة دي سواح إسك سو أرورين عيان هدي هلي كران هدي كلو يدلا عيانا إت كذا بجلي سمالها. ولأنها عاشت تحت حكم الشباب لنحو 8 أعوام فقد كانت شاهدة على العديد من التجارب والأحداث التي استغلوا فيها الدين لخدمة مصالحهم، فما هي أبرزها؟ سكاواتك دين هدي لوفيريو قف أن كجوين لجمع قاضة ناف الله على الناف كاد يبتاع لجع قاضة أيجا حرض وجلاء وكسو بحسن عيان در هذا مت تبروله هو مس أقول لي عن سيء سكدي سكوار ديبي در هذا أذا ديبته شغل كمال هنا كلهين أيجا سواق بحسن عي قبلها أيار يرو حد قانجر كه وحال لي هاي براي نور دقايا مجاهدين تي أكل ماي نعيان كان على لي هاي قبله مركي أو ayaga dark u soo dhaqaal la yiri ma baladiidi kare abooday dad u sheeganaayaan gabdhii markay dharka soo dhaqaan waxa la leeyahay ayada uur la la arkaa mana sheegi karta day sheegtana majaahidiinta ay nabtaal la leeyahay ka been abuurtay waa la dilaa. لم تقتصر معاناة السيدات الصوماليات على يد حركة الشباب الإرهابية على خصوم الجماعة فقط، بل طالت أيضا النساء اللواتي انضممن للحركة، ومن بينهن السيدة فاطمة عبد الله التي عملت كجاسوسة للتنظيم وروت لنا ما حدث لها. وحان كبيري هنلقى عن كبيري شان سنة كهر حدا الله بصلا لما جوغو مضيشان جوغها ميل أمي وحان جوغو ورمحان جراهو وحاقي فراد مقايد أنيقى
يا أيها وأود معيش جرني وحبي يقعون الجيران أنا قدر جيجا يا أيها كمدة هاي قدر جيجا نفوق إيدا هاي أنا أيها كمدة قطار ربع هدي كرتوت وحات هاي وف مجرمة أود معنا أنا كمدة هاي. أثار هذا الكلام تساؤلاتنا حول رد فعلها على طلب زوجها وكيف نجح بإقناعها بالانضمام إلى الجماعة. مركز وصاصد هاي عبارة أيانا ديدي أذكى بلوينة مركز أوراق علي أوركواد عليك بعد وحويري والله أنا كبرنا بقى مواكلة تجينا أنا أذكى أنا مركز أنت صائر ما ندري أنا هدا كذبي أضيء نمير الرادي وإلى حماتك هيان إري وأرنتي وحنقل مخايد غيبتا. لكنها وبحسب كلامها لم تكن عضوة عادية في التنظيم، إذ كانت تقوم بأمور مهمة جدا تصل إلى أمير الجماعة بإقليمها، فسألناها عن مهامها. تفتفك معناها دتك وركا وركا كأودغيست أقعدو وركا يا أودغيست جرى قفتي أو معناها سكر نقفتي غلط عن كلي طالع وركا واقعد جرى أني أميركا وغيجرى. على الرغم من كل هذه الخدمات الجليلة التي كانت تقدمها لهم، إلا أن حياتها لم تكن أفضل حالا من الباقين، إن لم يكن عكس ذلك هو الصحيح. فكيف ذلك؟ نولو قاد معناها قف أو كجيرا بيال إليريا نولو شاي كنو شاي أو كلا لما دعين لأنه قف حرة ما أحيد قف حرمر كوياهد وقف أو فري وقتها أنا حرم أحيد قف عريري كجيرا قف لقبايا هاي قف كل بناء هاي. كذلك كانت فاطمة شاهدة على ما تتعرض له السيدات تحت حكم الشباب، فسألناها عن الكيفية التي تعيش بها السيدات والفتيات في ظل حكمهم. أن حرنما هيسن كلفن أولا نبي مركا حرنما ماشا مطالو نبي ألو جراء وعدم لقرسان عاي أولا غنا عندك رديل غانا نبي ألو وغدو وذيرك أي كعنطاي هل ماما مرشيق وعقتي وانا يغنو سيد أمد أمضبي سيلاب أغيب وانا كان واوض عربي. تركنا فاطمة وهي تشعر بسعادة بالغة بعد أن استعادت حريتها ونجحت في الهروب من الشباب برفقة أبنائها ووصلت إلى مقديشو. وبين الندم على من قتلوا بسبب وشاياتها بهم وأولهم ابن خالها الذي كان مجندا في الجيش الصومالي وذهب إلى منزل فاطمة ليزور والدتها في مرضها سرا فأخبرت الأميرة عنه فقتلته، تركناها وفي خاطرنا تساؤلات أخرى كثيرة عن نساء وفتيات أخريات لا يعرف مصيرهن ويعشن إلى يومنا هذا تحت رحمة حركة الشباب الإرهابية. تركناها ونحن نتساءل، هل يأتي يوم تعيش فيه نساء الصومال في سلام وبلا خوف وقلق؟